تجري ولكنها تكره، وكل ما كانت الله
الأضحية، وكل ما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها فهي أفضل. الشرط الثالث من شروط الأضحية أن تقع بين الوسط المحدد للتضحية شرعا، وهو الفراق من صلاة العيد، والأفضل أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبتين وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد، فأيام الذبح أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وأفضلها يوم العيد. واعلموا أن للتكاليف شروطا، منها أن يقول عند الذبح بسم الله، فمن لم يقل بسم الله على الذبيحة فذبيحته ميتة نجسة حرام أكلها، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومن شروط الزكاة إنهار الدم من يستان يكفر عنه وهو مجر النبت والمريض وهو مجر الطعام، ويتمم ذلك بقطع الأوداج وهي الوردان عرقان غليظان محيطان من الحلق يتعب منهما الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة التي لا تبرى أوداجها. أيها الناس، إنه ينبغي لمن أراد أن يضحي أن لا يخلو من شعره ولا رضعه ولا بشرته من دخول العير حتى يضحي، لآية النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولكن إذا لم يعزم على الأضحية إلا في أثناء العشر وقد أخذ شيئا من ذلك قبل فلا بأس أن يضحي وأضحيته تاما، لأن الأجر من ذلك لا ينقص الأضحية ولا يمنع منها بأي حال من الأحوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكل أمة جعلنا منسكا يذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلهم أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدر جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها ثوابا فإذا وجدت جنوبها فاكلوا منها وأطعموا القرش والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحوما ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، بعثه بدين الهدى والرحمة فأنقذ الله به من الهلكة وهدى به من الضلالة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من هذا الدين القويم الذي وصفه لكم، فقد أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو راسخ بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنه لكثير بنا أن نرتبط بهذا الدين الذي وصفه ربنا سبحانه وتعالى بالكمال
إن لدينا حكيم خبير رؤوف رحيم. أيها المسلمون، إن ديننا ولله الحمد كامل في جميع الوجوه، كامل من جهة عباد الله، كامل من جهة ما عملت عباد الله، فهو كامل من جهة العبادة، حيث كانت العبادة المشروعة في مزرعة الألبوب والأبدان للشعوب والأفراد غير موجودة لما تستطيع مطالب الحياة. ولو أن الناس توكلوا في أنفسهم في هذا الدين تفكيرا عميقا متعقلا لوجدوا إنه لم يدرك خير إلا أمر به ووضعه طرقا بأوضح بيان وإيسر، وأنه لم يدرك شرا إلا حذر منه وبين مغفرة ومضرته. ولو تفكروا في أنفسهم لوجدوا إن تمسكهم بدينهم أمر ضروري لصالح أعمالهم واستقامة أحوالهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولو تفكروا في أنفسهم ما حضر الكثير منهم من ذكر الزادات في دينهم، ولما أعثروا عليه شيئا من أمور الدنيا بل تدروا الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ويقول تعالى: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آتوا الزكاة التي أوجب عليكم في أموالكم ادفعوها إلى مساعديها قبل أن يفارقوا هذا المال فيكونوا غنيمة لمن بعدكم. وعليكم الغرب والأجر، وأنفقوا مما رزقكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخروا نفسه إذا جاء أجلها، والله قدير بما تعملون. ربنا تقبل منا صالح أعمالنا، وتجاوز عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الإبرار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والتبرك من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم وعنا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. عباد الله، تسامحوا وتسامحوا وكونوا عباد الله إخوانا، وكلوا عاما وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.